اهلا بكم اعزائي في الدرس الثالث من دروس رافعات الفولتيه بطريقه التابات. وصلنا الى الفقره الثمانية تحديد اتش الملف الرئيسي. مثل ما طلعناه بالدرس الماضي الرئيسي يسحب 39 امبير، وطلعناه بالفقره السابعه اللي انا ما ماسحها لحد الان. 39 امبير امامكم الجدول كامل امامكم، والان قطعت جزء من الجدول. ال 39 امبير الجيش 10 37 امبير نحاس طبعا، وجيش 9 47 امبير، يعني جيش 9.5. جيش 9.5 نحاس، هذا قياس الملف الرئيسي. هسه النقطة 9 تحديد قياس باقي الملفات. تحديد قياس سلك باقي الملفات احنا ناخذها من الخروج اللي هو 68 امبير. قدامكم بجدول، انا كاتب جزء من الجدول قدام هنا، جيتش 7 نحاس 70 امبير بوينت 65، فجيتش قياس نحاس باقي الملفات. هسه اعزائي طلعنا قياس الجيش مال السلك الرئيسي والملفات، هسه راح نبدي بحساب عدد اللفات. اكو مسألة مهمة جدا انه نوبات انت تقرأ عن رافعة الاجنبية، حتى الصينيات موجودة، يقول لك تشتغل من مثلا 140، هاي احنا من 140، فمن 140 الى 260 الى، او تلقاها من 140 الى 250، ما تلقاها من 140 الى 220، دائما ينطيك زياده بالفولتيه. هاي شلون نحسبها؟ هاي مال الزياده بالفولتيه، هاي نخليها على الدرس القادم. انا راح اشتغل لكم اياها هسه من 140 الى 220، راح اشتغل لكم اياها هسه من 140 الى 220، من 140 الى 250 او الى 260، هاي اخليها بالدروس القادمه. ليش؟ لان ماني تخبط عليكم، يعني اللي اشتغلها من 140 ل 220 شغله صحيح. فهاي بس احنا نخلي حمايه زياده على الملفات، يعني زياده بعدد الملفات وشلون نطلعها وحساب دقيق 100% وبالقوانين. هاي ان شاء الله بالدروس القادمة، حاليا راح اشتغل انا 220 فقط راح اشتغل. زين، هاي نقطة. اكو نقطة مهمة ثانية جدا جدا مهمة، انه انا قسمت قبل ما اجيب القوانين، يعني جاي احكيكم، انا قسمت هنا تدخل الكهرباء 140 فولت، بعدين ال 80 قسمتها 16 ب 16 ب 16 ب 16 ب 16. اذا لفيت هي الشغل صحيح، بس اثناء تنظيم الكرت، وصايره عندي وصايره عند اغلبكم، اثناء تنظيم الكرت انه اذا جت الكهرباء 204 اوكي و16 راح يصير 220، بس اذا جت 210 و16 237، اذا جت 215 و36 عفوا، ويعني راح تتعدى ال 40، راح تتعدى عندي ال 40 الى 216، فشو اسوي؟ هذا اخليه 10 فولت، ما اخليه 16. هسه بقى عندي 6 فولتات انا حذفت، وين اوديها؟ عندكم وياي هاي 6 فولتات، انطي هنا 2 وهنا 2 وهنا 2، يعني هذا اسويه 18 وهذا اسويه 18 وهذا اسويه 18. هسه اذا تجمعها الفولتيات، هسه مو عدد لفات، هاي الفولتيات اذا تجمعها 18 زائد 18 زائد 16 زائد 10 راح يساوي عندك 80، فراح اشتغل على هذا الاساس.
اني اخر ملف انطي 10 فقط على مود من انظم الكرت ارتاح بشغلي زين، وهذا ابقي 16 مال عبي ثاني واحد الزياده وين اذبها؟ اذبها هنا هنا خلينا نقول العميل او المشتري او الزبون من ياخذ من ال 140 وتطلع عنده زياده، يعني خلينا نقول يعني 132 يعني 105 232 235 راح يرتاح نفسيا، بس من يشوفها من 204 ل 235 37 راح يقول لك جاي يزود هوايه. هاي وحده. الشغله الثانيه انه غالبا الفولتيات تجي منا لهنا، منا هنا قليل تجي، فاخلي الزياده اني اخلي الزياده هنا. هاي نقطة وين خليت زيادة؟ شنو هاي ست قسمتها اثنين باثنين باثنين؟ ما راح تأثر هواية، يعني مو راح تأثر، هي زين، هي شغلة زينة. فهسه الفولتيات أنا قسمتها هسه 140 وأسوي الملف هذا 18 وأسوي هذا 18 وأسوي هذا 18 وأسوي هذا 16 وأسوي هذا 10، ومثل ما قلت لكم أنا راح أشتغل فولتية من 140 إلى 220. بشغل الشركات تلاقيها من 140 الى 250 الى 260، هاي بالدروس القادمه راح اشتغل شغل صحيح و100% وممكن يشتغل عليه اي واحد مبتدئ منكم. بالنسبه اللي يتعلم هذا المبتدئ راح يطور نفسه بعدين، وراح يجي على الدروس الثانيه بعدين راح يقدر يفتهم انا جاي اشتغل وشلون زودتها. هسه اجي احسب عدد اللفات للفولت الواحد، اقول الان لواحد فولت شو يساوي؟ يساوي 45 على اي، ويساوي 45 على، تتذكرون احنا طلعنا الاي، انا نسيت هنا اكتبه، احنا طلعنا الاي سابقا 10 في هذا الاي، هنا لازم اخلي الاي لازم اكتبه هنا دائما احتاجه، 10 في 7 7.6 يعني 76، 76 يعني 45 على 76 ويساوي ايش قد يساوي؟ نروح على الحاسبه 2.592. هاي احتاج اني نص لفه وشويه للفولت الواحد. زين، اذا اريد هسه اطلع نقطه 11 احسب عدد اللفات لل 220 فولت، يعني ان لل 220 شو يساوي؟ يساوي 0.592 في 220 ويساوي ايش كم لفه؟ مية واحد وثلاثين لفة. هاي طلعناها للميتين وعشرين. هنا أنا ما أحتاجها أثناء اللف، بس أحتاجها أثناء التحقق من حلي صح لو غلط. زين، نقطة 12 نحسب عدد اللفات ل 140 فولت. اقول الان لل 140 شو يساوي؟ يساوي هذا الرقم اللي طلعناه للفولت الواحد 0.592 في 140 ويساوي روح الحاسبه 82.88 يعني 83 لفه، 83 لفه. هسه نحسب عدد اللفات لل 80 فولت. هنا انا ما احتاج، هاني ما راح احسب لل 18 وال 16 وال 10، بس لل 80 فولت على مود اتحقق من شغلي صح لو غلط. اقول ان لل 80 شو يساوي؟ 0.592 في 80 ويساوي يطلع 47.36، نقول 48 لان ماكو اجزاء اللفه عندي يعني. زين، 14 شو
شلون احقق من النتائج؟ اقول 48 زائد 83 لازم يساوي 131، لازم اتاكد من عندها. 8 و3 11 1 9 و4 13 مضبوط. تحققنا من النتائج 83 زائد 48 يساوي 131. تحققنا من النتائج 15. نحدد عدد اللفات لكل رفعة. أنا عندي هنا 10 فولت، يعني شو أقول؟ أن تذكروها وأنا كاتبها هنا هسه N للعشرة فولت شي يساوي 0.592 في 10، أطلعها بالحاسبة يطلع 5.92، يعني 6 لفة. لو أقربها 6 لفة، هاي مكتوبة صدفة يعني مو هاي، 6 لفة. هسه الان لل 16 فولت، لان عفوا لل 16 فولت هنا نكتب 0.592 في 16، ذيك الساعة طلعتها ضرب هذا تروح الحاسبة. ويساوي 9.472 ويساوي يعني تقريبا خليها 9 فولت، هاي اقل من النص، 9 لفة لفه هنا، ويساوي 6 لفة اخلي هنا 9 لفة. شوف هنا هسه الان لل 18 فولت شو تساوي؟ 0.592 في 18، أروح للحاسبة. يطلع 10.656، يعني تقريباً 11. أنا ليش هسه منها حذفت، منها أضفت شوية، منها حذفت، منها أضفت شوية. أكتبها كل واحدة 11. وإذا عندي زيادة عدد لفات تتحقق، إذا عندي زيادة عدد لفات هاي 11 لفة 9 ب 9، احسبها 33 لفة، 33 زائد 9 زائد 6، لازم ايش يطلع عندي؟ لازم يطلع عندي 48 لفة، اتأكد من الحاسبة راح تلقاها مضبوط. زين، إذا أنا هنا عندي نقطة مهمة حيل، هنا عندي 6.5، هنا عندي تقريبي، هنا عندي تقريبي، إذا طلعت عندك زيادة أو نقصان لفة ضيف على وحدة من أذهل وينتهي المشكلة. أكو هنا شغلة مهمة جدا آخر نهاية الفيديو قبل ما أختم الفيديو، شغلة جدا جدا مهمة لا تفوتكم، إنه لحد طبعا هنا 140 لفة، 140 فولت شي يساوي 140 فولت يساوي 83 لفة، 83 لفة، هنا لفة، هنا لفة، هنا فولت، هنا كله فولت. زين، شغلة كلش مهمة، لا أحد يجي منكم ويقول أنا بدي أسويها لل 250 يقوم يزود عدد لفات بكيفه، لا ما تقدر، لأن هنا راح يصير عندك مشكلة كل كبيرة، مشكلة كل كبيرة بقانون N1 على N2 يساوي V1 على V2، تتذكرون هذا القانون اعتمدنا عليه بتصميم رفعات الفولتية على طريقة الرفعات، تذكروه. هنا إذا طبقت هذا القانون على هذا الحكي كله راح يطلع مضبوط 100%، هذا القانون. هسه إذا طلع عدد اللفات شو تسوي؟ الفولتية الأولى في عدد اللفات الثانية على الفولتية الثانية، الوضعية الثانية اختار اي ملف هنا يكون رئيسي وهاي رفعات واشتغل، راح تلاقيه مضبوط 100% الحكي. اذا زودت مثلا هنا، زودت هنا وقفت ذني، او زودت بكيفك هنا وهنا وهنا، زودت بكيفك راح تصير عندك مشكلة كل كبيرة، بحيث
ما راح ترفع لك ال 80، يجوز تقوم ترفع 90. من ترفع 90 وانت ما مصمم الحديد على 90، ما مصمم السلك على 90، انت مصممها على 80 راح تحترق عندك. او تقوم ترفع عندك 70، من ترفع 70 وانت متفق ويا الزبون ان تنطيه 80 هم مشكله ثانيه عندك. هنا لما يريد تزود عدد لفات لازم تزود وفق قانون، لازم تزود وفق قانون. طبعا راح اخلصكم من شغله الجدول، تتذكرون الجدول اللي كان بالدرس الثالث او الرابع، ما اتذكر يعني كان طريقه الجدول، وهذا راح اخلصكم من طريقه الجدول. راح بالضبط نضرب ونقسم ونطلع عدد اللفات، لان اكو مساله مهمه انا خليتها بنهايه الفيديو على مود اللي يبقى وياي للنهايه يستفاد من عندها، شغله بنهايه الفيديو، وهي هل يرحم طريقه الرفع والتخفيض بالتابات؟ نعم ترحم طريقه الرفع والتخفيض بالتابات، ووعدكم ان شاء الله فيديو خاص على طريقه الرفع والتخفيض، يعني تكون رافعه خافضه بطريقه التابات. خليتها بهذا الفيديو، اللي يبقى وياي هو اللي راح استفاد منها، والسلام عليكم ورحمه الله.